وأول إنجاز لهذا النوع من القاطرات في إفريقيا. يعود مشروع الإنجاز إلى المؤسسة العمومية المختلطة لبناء وإصلاح السفن إيكوغيب، حيث تم إنشاء القاطرة في إطار الشراكة بين المؤسسة المنتجة وشركة تسيير واستغلال النهائيات البحرية اس تي اش، إحدى فروع مجمع سوناتراك. تجشتي هنا كاع الطاقم هنايا جزائريين 100%، اون لي فورمي، نديروا لهم رسكالة، زدنا ركروتينا دو نوفو انجينيور، وشفتي العنصر النسوي راهو معانا ويخدموا، زدنا درنا ثاني شراكة مع اونتربريز بوبليك هي اوريناف. على مستوى المؤسسة تاعنا رانا نخدموا في لا كونستركسيون تاع 3 ماركور. كاين دوكا رانا نخدموا في تاع بجاية تابع لشركة سوناتراك. احنا في الدومين تاعنا عندنا كفاءات ما شاء الله. احنا نقولوا يعني ما شاء الله. في الجامعة اللي تخرجت بها كاين بليزيوغ انجينيور راهم يتخرجوا. كيما أنا تخرجت في لا بروبولسيون، سيستيم دو بروبولسيون. وكاين تاني اللي تخرجوا في كونسيبسيون وكاين تاع كونستركسيون نافال. سي ديفيرون. كاين تاع كونستركسيون تاع كونسيبسيون تاع بروبولسيون نافال. صافي في الكفاءات انا نقول باللي هناك كفاءات يعني ما شاء الله. باسكو انا نقرا في الدومين صحيح انه صعيب باش تتبعوا لي ريغيرش اللي دير عليه، بصح شغل زعما في الجزائر نقول انه عنده مستوى شغل مقبول. لو كان الجزائر تمد يد المعاونه لهذا المشروع وهذه المشاريع في هذا المجال سوف نلتحق بتقدم ملحوظ جدا. مع سوناتراك، وي مع سوناتراك وبارمي لو بروميي. باسكو دابيتود حنايا نجيبوهم امبورتي، شغل نديرو امبورتاسيون، وهذاك شغل زعما باش تخلص لي تاكس، سي ترو شير، سي ترو شير. باغ كونتخ لو كان يديرو شغل كان يديرو مساعدة في الميدان، مساعدة وتكوين يد العاملة أيضا، سوف تساعد في حل الجميع من ماشي جميع بصح معظم المشاكل سوف تحل. استثمار اقتصادي واعد في مجال الصناعات السفن في الجزائر، مواد محلية وسواعد جزائرية، إذ تشغل المؤسسة أزيد من 100 عامل، لكن هنالك بعض العراقيل تواجهها الشركة. لو دومين هذا يدوموندي بزاف دراهم. pour acheter la matière, les fournitures, tout ça. Donc ça demande l'argent. هذه دو بوان هذوما سون كلوس فريمون يعني سي تري امبورتون هذوما. بلا هذوما ما تقدريش ديري لا ريباراسيون الجيري. مشروع ينتظر الدعم لأنه دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني.